نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأشاعرة والماتريدية يعدون من أهل السنة والجماعة؟ لا، لا يعدون، لهم الأشاعرة والماتريدية، ما حد عدهم من أهل السنة والجماعة أبدا، لكن هم يسمون أنفسهم أهل السنة وما هم من أهل السنة.